كاين اللي غادي يمشيو في هاد المسابقه الجميع داخل البوابات. انتباه الحضور الكريم، تعطى في هذه اللحظات الانطلاقه الرسميه للسباق الثالث، سباق طوق حسان، خيول انجليزيه عربيه بنسبه 25%، 3 سنوات مزداده ومربات بالمغرب، 11 مشارك في هذه المسابقه. هذه انطلاقه قويه جدا لرقم 5 في تراين اللي كتبقى ابرز مرشحه للفوز بهذه المسابقه وكيمشي للمركز الاول. هناك المتابعه من جانب رقم 6 نبيل الدعم اللي كياخذ الصف الثاني، هناك كذلك احمد لكشه اللي كيحاول يمشي رفقه رقم 7 عريب صاين اللي كياخذ المركز الاول الان. اذا الصراعات بدات منذ البدايه، الريتم عالي ديال هذا المسابقة. تأخر الكبير الآن رقم 9 لكي يأخذ الصف الأخير، سيستير لاطلس للسيد كمال الديساوي، فيما هناك الصعود من جانب رقم 5 في تراين عبد القادر القندوسي لكي يحاول أنه يرفع من إيقاع ديال المسابقة. أحمد الجل دائما لكي يتشبت بالمركز الثاني في هذا المسابقة، رفقة رقم 7 ريب ساين لكي يمشي دائما للمركز الثاني. هناك المتابعة كنوجدوها من جانب كل من رقم 10 لكي يحاول أنه يأخذ المركز الثاني، الأكيد رقم 5 دائما في المركز الأول واللي هو في تراين لكي يأخذ الصف الأول، رقم 7 المركز الثاني. هناك المتابعة من جانب رقم 10 اللي كتاخذ الان المركز الثاني رفقة زهير مديحي. اذا اكيد انه الصراعات غتكون قوية في الامطار الاخيرة. رقم 3 كذلك كرونفيل راود رفقة حفيظ هرواق اللي كيحاول انه يبقى مع الرباعي المقدمة، في ما هناك احمد الكجل رفقة رقم 7 عريب صاين اللي كيحاول انه يحافظ على المركز ديالو. الان كتشوف التقدم الكبير رقم 10 علي اللي كتاخذ الان المركز الاول. اذا علي رفقة زهير مديحي اللي كيمشي للمركز الاول في متابعة رفقة كل من رقم 5 اللي هو في تراين رفقة عبد القادر القندوسي المرشح الاوفر. اذا المرشحين الاوفر للفوز بالمسابقة الان كينفردوا بالمركزين الاول والثاني، في المتابعه كنوجدوا الان من جانب رقم 3 اللي كياخذ المركز الثالث. اذا الان بدا الريتم كيعلى ديال هذا المسابقه، الاقتراب الان من المنعرج ما قبل الاخير، وكنلاحظوا الصعود من جانب كل من رقم 5 ورقم 10. هل سيحتدم الصراع ما بين هاد الثنائي؟ اذا صراعات كبيره في الامطار الاخيره، رقم 5 رقم 10 رقم 3 لمن ستعود كلمه الحسم. اذا صراعات كبيره في الامطار الاخيره، رقم 5 دائما في المقدمه ديال هذا المسابقه، كنلاحظوا الصعود من جانب رقم 5 فيما هناك الصعود ديال رقم 3 لمن ستعود كلمه الحسم في هذه المسابقة. رقم 5 ورقم 10 الي ام رقم 5 في تراين، نظن انه بشكل كبير رقم 5 في تراين ياخذ الصف الاول بدون منازع. بالفعل في تراين كما كان متوقع المرشح الاول للفوز بهذه المسابقة والمرشح الاول في تراين رقم 5 المركز الاول بدون منازع. رقم 5 رقم 10 رقم 3 رقم 8 ورقم 7 هذا هو رباعي المقدمة وخماسي المقدمة رقم 9 ياخذ المركز الخامس، فيما لاحظنا في الصور رقم 3. إذا غادي نتأكدوا في السقوط ديال من كان السقوط في هذه المسابقة هذه، ربما كان عبد الرحيم في الظل رفقة رقم 12 ليمون أوف جرين. نتمنى السلامة.